لسه مكملين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في 8 الصبح، واكيد يعني كل المتابع للرياضه وعشاق البارسا تابعوا فوز البارسا 6-1، عوده البارسا التاريخيه واذلال ارسنال وارضيه ملعب روستوف في مواجهه نجوم مانشستر يونايتد، دي كانت ابرز عناوين واحد من اكثر اسابيع كره القدم اثاره ومتعه، اسبوع الاهداف، اسبوع للتاريخ في عالم الساحره المستديره. هنتناول كل المباريات وابرزها، وبالتأكيد طبعا كل تابع مباراة روما بالأمس رغم خسارتهم من ليون، ولكن تألق محمد صلاح المحترف المصري. هنتكلم بكل التفاصيل مع الناقد الرياضي والمتخصص في تحليل مباريات كرة القدم العالمية أستاذ خالد طلعت. صباح الخير يا أستاذ خالد. صباح النور يا هبة، أهلا وسهلا بيكي، وألف مبروك على البرنامج الجديد والقناة الجديدة، ويا رب من نجاح لنجاح بإذن الله. منوع من أنواع الهجوم، ولكن هو هجوم هذه المرة على المديرين الفنيين وأبرزهم طبعا إنريكي وأرسن فينجر. تمام. إيه رأيك في الهجوم اللي عليهم ده؟ يعتبر برضو ظاهرة. مظبوط فعلا، يمكن كانت هاجم لكن إنريكي خلاص رد على المهاجمين، يعني لويس إنريكي هيمشي غلط. مظبوط، لكن برضو ما يعني هو حتى الآن ماشي. بل أنت تقصد رد في الملعب؟ رد في الملعب طبعا. يعني هو الفوز 6-1 يمكن الناس كلها هاجمته بعد هزيمة مباراة الذهاب 4-0، وزي ما أنت قلتي كل الناس توقعت خلاص خروج برشلونة، محدش كان متوقع خلاص إن هو يعود، يمكن حتى أكثر المتفائلين قالوا ممكن 4-0 ويبقى فيه ركلات ترجيح، ووصل لغايه 3-0 او ان هو يفوز ولكن لا يتاهل. مظبوط فعلا، وكانت بقول لك بعد 3-0 كانت الامور حتى اثناء المباراه بدات الناس تتوقع ممكن نوصل 4-0، لكن وانس ان باريس سان جيرمان سجل هدف اصبحت النتيجه 3-1 خلاص كل الناس فقدت الامل. عايز اقول لك ان في جماهير كتيره من برشلونه مشيت من الملعب، يعني ما كملوش المباراه يمكن من الدقيقه 85 86 خلاص لقوا النتيجه 3-1 ومتبقي 5 6 دقائق وعايزين يجيبوا 3 اهداف. في على فكره الفيديو الصغير اللي احنا لعبناه في بدايه الفقره خالص ده من كواليس استاد الكامب نو. مظبوط. مقصوره الصحفيين وهم بيتابعوا المباراه وازاي كان احتفالهم بعد بقى الفوز. بقول لك الناس كلها احتفلت، يعني حتى كان في فيديو برضو متداول على الانترنت، النجوم يمكن في استوديو تحليلي من ضمنهم مايكل اين احتفل بشكل هستيري رغم ان اين كان بيلعب في ريال مدريد الغريم بتاع برشلونه، لكن هي كره القدم الحلوه والاخلاص والاصرار. بالظبط، بيخلي الناس كلها مبسوطه، يعني حتى ممكن ناس ما تكونش بتشجع برشلونه لكن شافوا مدى اصرار اللعيبه ومدى اصرارهم على الفوز لغايه الثواني الاخيره، يسجل 3 اهداف في اخر 5 دقائق ما حصلتش يمكن في تاريخ كره القدم بالكامل. فبقول لك كانت فرحه كبيره جدا. بقول لك في بعض الجماهير مشيت في الدقيقه 85، يمكن ريكي حتى اتكلم قال اعتقد الناس دي هتندم طول حياتها. يعني استحاله كان حد يتوقع انه كمان برشلونه يسدد او يسجل 3 اهداف في 7 دقائق. مظبوط، ده فعلا يعني بقول لك حاجه ما حصلتش في تاريخ كره القدم خلاص. بالزبط. كل الناس اتجهت المباراه بتنتهي 3-1 برشلونه هيخرج، ممكن يسجل الرابع، اقصى حاجه يسجل 5 برضه هيخرج، لكن انه يسجل 3 اهداف في 6-7 دقائق لا، فعلا كانت حاجه شبه مستحيله. وفعلا كانت حاجه ريمونتادا خالص. مظبوط فعلا. الريمونتادا هي كانت المتصدره الصحف الاوروبيه والاسبانيه على وجه الخصوص. ديبورتيفو عنونت صفحتها الرئيسيه بمطلب من انريكي انه يعمل الريمونتادا. كمان لويس انريكي كان له تصريح بعد المباراه لصحيفه ماركا الاسبانيه، ده موندو ديبورتيفو. ولويس انريكي كان قال بقى يعني حتى في الصوره اللي هم مختارينها له منتهى الثقه كده وهو بيتكلم، يقول ده رد على الناس اللي قالوا ان انا ما اقدرش اعوض الاربع اهداف. مظبوط فعلا، بقول لك هو كان افضل رد من انريكي في الملعب، الناس كلها قالت انه مش هيقدر يعوض، لكن هو الموضوع كان بقول لك زي شبه مستحيل، يعني فعلا ان حد يكسب 6 وبيلعب فريق تقيل برضه باريس سان جيرمان مش من الفرق اللي بتخسر بنتيجه تقيله، وفريق عنده نجوم كبار جدا داخل الملعب، فعشان كده الناس كلها ما كانتش متوقعه النتيجه دي، لكن هو قدر يعمل فعلا، يعني هو افضل كامباك في تاريخ الكره ان حد فريق يكون مغلوب 4-0 ثم يفوز 6-1 في ماتش العوده، دي يمكن ما حصلتش في تاريخ كره القدم. عشان الناس اللي مش عارفين ايه الريمونتادا، هو الكامباك او مزبوط. العوده بعد الخساره في مباراه او حتى في يعني في نفس المباراه. تمام. يبقى الفريق مزبوط. خسران ويعوض يحاول تاخره لفوز، وخصوصا لما يكون تاخر كبير، يعني هو فعلا كان متاخر 4-0 في ماتش الذهاب قدر يفوز 6-1، فهي دي الكامباك، يعني فعلا كامباك تاريخي. هم حتى بيعتبروا المباراه دي ذهاب واياب مباراه من شوطين. مظبوط طبعا، يعني هو فعلا يعتبر الشوط الاول انتهى 4-0، لكن بقول لك لا، برشلونه عمل مفاجاه كبيره في عالم كره القدم محدش كان متوقعها خالص. ارقام برشلونه ايه معاك؟
طبعا يمكن اول فريق في تاريخ اوروبا يعوض هزيمته 4-0 في تاريخ دوري ابطال اوروبا، يكون خسران 4-0 في ماتش الذهاب ويقدر يتاهل. دي ما حصلتش على مدار التاريخ، يمكن ده تاني اكبر فوز لبرشلونه على مدار تاريخه. قبل كده كان فاز يمكن 7-1 على باير ليفركوزن، ده تاني اكبر فوز ان هو يفوز 6-1. الهزيمه دي برضو اكبر هزيمه لتاريخ في تاريخ باريس سان جيرمان، كان خسر مره واحده قبل كده امام يوفنتوس كان في كاس السوبر 6-1، برضو بيخسر 6-1 مره ثانيه. ارقام الام اس ان طبعا يعني الثلاثي بقى طبعا ميسي وسواريز ونيمار عملوا برضو ارقام مميزه جدا في برشلونه. يمكن الهدف اللي سجله سواريز الهدف الاول ده يعتبر تاني اسرع هدف في تاريخ برشلونه. يمكن كان عندهم هدف قبل كده سجله في شختر دونتسك كان بعد دقيقه ونص، هدف سواريز كان بعد دقيقتين ونص بالظبط، فيعتبر من اسرع الاهداف في تاريخ برشلونه. لكن الحوار على نيمار وان هو كان متالق جدا وان ميسي لم يكن ليه الفعاليه المطلوبه، ايه رايك فيه؟ مظبوط فعلا، المباراة دي كانت يعني كان نيمار هو الأفضل من ميسي، وده هما الثلاثة طبعا ثلاثة نجوم وبيكملوا بعض. واضح يعني أي لعيب بيبقى ليه فترات ups and downs، بيبقى ليه فترات مميزة. دي لقطات من المباراة وأوقات إحراز الأهداف. مظبوط، دي بالفعل هي كانت أسرع عودة. بقول لك يعني هي عوده تاريخيه ما حصلتش في تاريخ كره القدم خالص، وزي ما وصدمه للبي اس جي. طبعا طبعا، يعني فريق كان عامل بعد الفوز 4-0 في ماتش الذهاب خلاص، يعني كل الناس توقعت ان بي اس جي تاهل للدور الثمانيه، لكن ان هو يخسر 6-1 خاصه بقول لك بعد هدف كمان اللي سجله بعد 3-1 الامور بقت اكثر صعوبه على برشلونه، ومع كل دقيقه الوقت بيمر كانت الامور بتزداد صعوبه، لكن ان هو يجي في اخر 6 دقائق يسجل 3 اهداف بقول لك ده حدث تاريخي في عالم كره القدم بالكامل. هل بعد النتيجه دي برشلونه صعب ان هو يفرط في الفوز بلقب الشامبيونز ليج؟ طبعا لا، ما نقدرش نقول كده، لان برضه هو داخل على معترك قوي، يعني بنبدا بقى من ماتشات دور الثمانيه الامور بتكون اكثر صعوبه، في فرق كتيره جدا ماشيه بشكل كويس برضه، اعتقد ريال مدريد منافس قوي، بايرن ميونخ برضه اظهر دلوقتي حالا بشكل كبير جدا، في يوفنتوس كمان برضه من الفرق اللي هتوصل، اتلتيكو مدريد دايما بيعمل قلق في بطوله الشامبيونز ليج، اعتقد لا لسه يعني مش مجرد فوزه 6-1 يخليه يقدر يعني نقدر نقول انه مرشح بقوه، لا في 4-5 فرق اعتقد الحظوظ ما بينهم متساويه في البطوله.